اختتمت فعاليات مهرجان العيد الوطني الذي تنظمه وزارة الإعلام ضمن موسم أعياد البحرين في القرية التراثية بمنطقة رأس حيان. وبهذه المناسبة أكد سعادة الدكتور رمزان بن عبد الله النعيمي وزير الإعلام على رعاية واهتمام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، ومساندة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء للتراث البحريني الأصيل والموروث الشعبي كأحد أبرز العوامل لحفظ الهوية الوطنية وترسيخها لتبقى نبراسا للأجيال المتعاقبة. كما أشاد سعادة وزير الإعلام بدعم سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب واهتمامه الدائم بالقرية التراثية وبرعاية سموه للأفكار والمبادرات الساعية إلى الحفاظ على الموروث الشعبي البحريني الأصيل. ومن أبرزها دعم سموه السنوي لبرنامج السارية والذي تشرف بإقامته في القرية التراثية في نسختيه الأولى والثانية. هذا وقد شهد المهرجان في نسخته الثانية هذا العام إقبالا جماهيريا كبيرا طيلة أيام إقامته في الفترة من 9 حتى 24 من ديسمبر الجاري، حيث فاق عدد زوار المهرجان 100,000 زائر من داخل مملكة البحرين وخارجها، كما شهد مشاركة واسعة من مختلف الجهات الحكومية كوزارة الداخلية ووزارة التربية والتعليم ووزارة الصحة ووزارة السياحة وهيئة البحرين للسياحة والمعارض وهيئة البحرين للثقافة والآثار، بالإضافة لمشاركة فريق الكري للموروث الشعبي والصحف المحلية والعديد من المحال التجارية والمطاعم والحرفيين والأسر المنتجة. والجدير بالذكر أن المهرجان ضم العديد من الفعاليات والبرامج المتنوعة التي تتناسب مع كافة الأذواق والأعمار، حيث سلط الضوء على الفنون الشعبية والموروث البحريني الأصيل والعادات والتقاليد والحرف القديمة والمأكولات الشعبية. واختتم وسط إشادة كبيرة من الجميع بحسن التنظيم وتنوع الفقرات والنجاح في سرد تاريخ وأصالة مملكة البحرين.